بعض أهل البدع يحتج بحديث أبي هريرة أنه يجوز الدراسة على أهل البدع لكون أبا هريرة أخذ العلم من الشيطان. أخذ العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أخذ عن الشيطان. الرسول هو اللي أخبره بذلك، ولم يأخذ هذا عن الشيطان، ولم يعتمد على قول الشيطان، وإنما اعتمد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. هذا من الاستدلال الباطل، الكلام هذا من الاستدلال الباطل. نعم.